مشاهدينا الكرام، في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا العدد الجديد والذي سنخصصه بكل تأكيد للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تنزانيا التي انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، وبذلك يعتلي صدارة المجموعة السادسة ب3 نقاط بعد تعادل الكونغو الديمقراطية ومنتخب الرصاصات النحاسية منتخب زامبيا بهدف في كل شبكة. المنتخب المغربي سيواجه في المباراة القادمة منتخب الكونغو الديمقراطية في حين زامبيا ستواجه تنزانيا. بالعودة إلى مجريات ومعطيات مباراة اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني، يتضح لنا أن الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي قيادة الناخب وليد الركراكي قد فهم الدرس واستخلص الدرس من الدروس الكروية التي قدمتها منتخبات بين قوسين متوسطة أو ضعيفة للمنتخبات الكبيرة ولكبار القوم هنا في القارة السمراء، خصوصا منتخبات شمال إفريقيا، المنتخب الجزائري والتونسي والمصري وكذلك نسور نيجيريا التي عانت الويلات من خلال مباريات الجولة الأولى بسقوطها وكذلك بتعثرها بالتعادل. المنتخب المغربي بقيادة كما قلت الناخب الوطني وليد الركراكي سيرى مجريات هذه المباراة بعقلانية وبثبات كبير واستفاد من تلك الدروس. المنتخب المغربي سجل الهدف الأول عن طريق رومان سايس بعد ما ارتدت الكرة من مانولا حارس نادي سيمبا التنزاني بعد تسديدة متقنة من لاعب جالاتا سراي حكيم زياش. وجد غانم سايس نفسه أمام شباك فارغة وأدار الشباك ليفتتح بذلك عدد الأهداف بالنسبة للمنتخب المغربي في خلال هذه الكأس الإفريقية، كما افتتح عدد الأهداف لأسود الأطلس هناك في قطر في كأس العالم الماضية سنة 2022. ربما فالخير بالنسبة لأسود الأطلس الذين سيروا باقي مجريات ودقائق الشوط الأول بثبات وبعقلانية وخرجوا متقدمين، وكان بالإمكان المنتخب المغربي أن يزور شباك المنتخب التنزاني في هذا الشوط، لكن نتيجة التقدم في الشوط الأول وبعدم الاندفاع وكذلك الحفاظ على الثروة البدنية كان أمر جيد بالنسبة للمنتخب المغربي الذي دخل الشوط الثاني وكان هناك نوع من التراجع وبدأ حتى سيناريو والخوف يتسلل إلى نفوس الجماهير المغربية، وبدأ السيناريو يعني تذكر الجماهير المغربية سيناريو المنتخب التونسي والمنتخب عفوا الجزائري والمنتخب المصري، لكن سرعان ما تحكم المنتخب الوطني المغربي في زمام الأمور وأحكم قبضته على مجريات اللقاء وأتى الطرد الذي كان مستحقا بالنسبة للاعب نادي شاختار دونسيك لاعب الجناح الظهير عفوا الذي يعني كانت له تدخلات في عدة فترات من اللقاء كانت خشنة في اتجاه لاعب المنتخب المغربي. كذلك لاعب رقم 7 لاعب نادي طلائع الجيش حميد كان هو الآخر قد تدخل في عدة مرات في حق المنتخب لاعب المنتخب الوطني وكانت هناك تدخلات خشنة، كان يعني مثل المباراة السابقة التي أجريت بأدار السلام وتعمدوا لاعب المنتخب التنزاني التدخل في حق لاعبي المنتخب المغربي، وكانت هذه النقطة التي أفاضت الكأس كأس المرارة التي شرب منها عمروش مدرب منتخب تنزاني والمنتخب التنزاني وأنصار المنتخب التنزاني وعشاق المنتخب التنزاني بعد ثنائية النحل ورجل المباراة عز الدين أناحي وكذلك يوسف أنصيري. قبل بداية المباراة أكيد أن كان هناك القيل والقال حول جاهزية يحيى عطية الله الذي تأكد غيابه في الأخير وتعويضه بمحمد الشيبي. البعض ذهب وقال أن أشرف حكيمي هو من سيعوض عطية الله في الجهة اليسرى ومحمد الشيبي سيتم توظيفه كظهير أيسر في مكانه الأصلي، لكن وليد الركراكي أراد الاحتفاظ بأعلى الثوابت وكذلك على المكتسبات، والمكتسبات هي الحفاظ على الثالوث حكيمي أناحي وحكيم زيش. هذا الثلاثي كان بمثابة السم القاتل في دفاع المنتخب
التنزاني. هذا التالوت كان هو الذي ينشئ، هو الذي يقوم بالتنشيط الهجومي، وكذلك كل الخطورة جاءت من هذه الجهة، جهة حكيم زياش وناحي، وكذلك حكيمي هو أكثر لاعب لمسا للكرات في داخل المنتخب الوطني المغربي ب 87 لمسة. كذلك عز الدين أناحي لمس الكرة 65 مرة، وحكيم زياش 61 مرة. في على نقيض الشيبي لمس الكرة فقط 44 مرة، أملاح لمس الكرة في 19 مرة، وعبد الصمد الزلزلي في 22 مرة. هنا يتضح الفرق بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، والمنتخب المغربي ووليد الكراكي اعتمد على الجهة اليسرى من أجل اختراق دفاع المنتخب التنزاني، والاعتماد كذلك على تلك يعني الثلاثيات بين أناحي وحكيمي وكذلك حكيم زياش، وهذه الثلاثية التي شاهدناها في كأس العالم الأخيرة. عبد الصمد الزلزلي ظهر في بعض الفترات من اللقاء، ولكن ينقصه القرار الأخير وكذلك التمرير الأخيرة، ولم يتخذ القرار الصائب في كثير من الأحيان. ويعني كذلك محمد الشيبي أبلى البلاء الحسن دفاعيا ولم نشاهده هجوميا. عموما المنتخب المغربي خلال هذه المباراة سدد 14 كرة على مرمى المنتخب التنزاني، 7 كرات يعني مؤطرة، 4 تصدى لها الحارس مانولا الحارس سيمبا، و3 أهداف دخلت شباك هذا الحارس، بالإضافة إلى 5 كرات لم تكن مؤطرة، وكرتان تم التصدي لهم من طرف مدافع المنتخب التنزاني. 11 كرة من هذه من 14 تسديدة تم تسديدها في داخل مربع عمليات المنتخب التنزاني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المنتخب المغربي وصل كثيرا إلى مناطق عمليات المنتخب التنزاني أو إلى مناطق المنافس، و يعني لا يعتمد على التسديد من خارج منطقة العمليات. ولو أن يعني تسديدة حكيم زياش جاء من الهدف الأول، تسديدة أمين عدلي كادت أن تصفر عن هدف رابع بالنسبة لبلال الخنوس، وهذا حل من الحلول، والمنتخب المغربي يملك أسماء تجيد التسديد من خارج المربع عمليات، لكن لم يلجأ إلى هذا السلاح خلال هذه المباراة، ويعني اعتمد على الاختراق من الأجنحة ومن الأطراف. المنتخب المغربي يعني المنتخب التنزاني عفوا لم يسدد ولا كرة مؤطرة على شباك وعلى مرمى ياسين بونو، وفقط تسديدتان غير مؤطرتان بالنسبة للمنتخب التنزاني. المنتخب المغربي يعني في الكرات لي ترونسفيرسال لم يكن ناجحا بالمرة، 6 كرات ناجحة فقط من أصل 20، وهذا رقم يعني يتحدث عن نفسه، يعني لم ينجح في هذه في تغيير اللاعب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى أو العكس، واعتمد في بعض الأحيان إلى الكرات الطويلة في اتجاه حكيمي أو حكيم زياش، وكذلك الزلزلي على الأطراف، وكذلك محمد الشيبي، وكانت نسبة النجاح 50% بالنسبة للاعب المنتخب المغربي. يعني الصراعات الثنائية الهوائية كانت تفوق للمنتخب التنزاني ب 12 صراع هوائي للمنتخب التنزاني مقابل 9 للمنتخب المغربي. على مستوى الثنائية الأرضية كانت تفوق للمنتخب المغربي. بالنسبة لعز الدين أناحي رجل هذه المباراة فقد لمس الكرة كما قلت 65 مرة لمسة، ويعني بالنسبة للتمريرات ودقة التمريرات يعني 43 تمريرة صحيحة من أصل 47، نسبة يعني بنسبة 94%، والنسبة الأكثر في هذه المباراة ذهبت لي يعني صمام الأمان لاعب نادي مانشستر يونايتد سفيان أمرابط بدقة 95%، فقط 3 كرات، وهذا شيء مهم بالنسبة لسفيان أمرابط الذي يعتبر ركيزة من ركائز المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أناحي خلق فرصة واحدة، سدد مرة واحدة، سجل هدف وحيد، وحتى في الالتحامات الثنائية عفوا، رغم أن البنية الجسدية لعز الدين أناحي لا تسمح له في الدخول في الصراعات الثنائية، إلا أنه كما يقال بالعامية يلعب بالقلب يلعب بالحماس، كسب 6 صراعات ثنائية من أصل 7 صراعات، وهذا رقم جيد بالنسبة لعز الدين أناحي، النحلة كما يحلو للمغاربة تسميته. بالنسبة لهذا الفوز للمنتخب المغربي أكيد أنه فوز مهم، لكن فوزنا فقط على الحلقة الأضعف داخل هذه المجموعة، ويجب تثبيت الأقدام على الأرض
ويجب التفكير في المباراة القادمة، خصوصا أمام خصم عنيد، أمام خصم يملك لاعبين ربما أفضل من الفرق، فرديا أفضل من المنتخب التنزاني، ولاعبين يجاورون يعني لاعبين مغاربة الآن في أنديتهم كغلاطا سراي، جينك، وكذلك مارسيليا وبيراميدز، يعني يجاورون لاعبين مغاربة يعني، وهذا يدل على أن المنتخب الكونغو الديمقراطية توفر على لاعبين وعلى فرديات أفضل بكثير من منتخب تنزانيا، وسنلعب في ظروف أصعب من هذه الظروف التي واجهنا من خلاله منتخب تنزانيا، يعني في الساعة الثانية ظهرا، وفي يعني حرارة ورطوبة مرتفعة وأكثر قساوة من هذه الظروف التي خضنا فيها هذه المباراة أمام منتخب تنزانيا. الفوز في المباراة القادمة أكيد يعني التأهل إلى الدور الثاني، لكن الدور الثاني يعني لا يعتبر إنجاز بالنسبة للمنتخب المغربي، ولن يشفي غليل الجماهير المغربية. عموما هناك مكتسبات كبيرة خلال هذه المباراة، والأهم هو أن يعني أن يخرج المنتخب المغربي، وأن نطمئن على بعض اللاعبين الذين خرجوا يعني بداعي الإصابة الزلزولي، وكذلك هناك بعض تلك الدقائق التي منحت سواء لبوفال ولبعض وكل اللاعبين مهمة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين من أجل الدخول في الأجواء، الاستفادة من كل هؤلاء اللاعبين من أجل أن يكونوا في أتم الجاهزية في الاستحقاقات القادمة وفي المواعيد القادمة. عموما هذا ما لدينا في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، أكيد أننا سنعود لنتطرق ونتحدث بلغة الأرقام كذلك، وبعض الأرقام الخاصة بكل اللاعبين خلال الفقرات القادمة وفي خلال الحلقات القادمة. كل هذا يعني أكيد سيكون لنا لقاء في يوم غد إن شاء الله للحديث بشكل أوضح عن المباريات، مباراة غد وكذلك مباراة الغد، حيث سيبدأ كما يقال بالعامية غيبدأ المعقول، يعني مباراة حارقة في الجولة الثانية، بداية بالكاميرون و كوت ديفوار ونيجيريا، السنغال غانا، الكاميرون السنغال، يعني الجزائر بوركينا فاسو، المغرب الكونغو، يعني مباراة حارقة ومباراة مثيرة وجديرة بالاهتمام وبالمتابعة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.